زراعة المستقبل تدخل أرض العرب. الانطلاقة بدأت من الإمارات لتلهم مصر. نبات بديل للوقود الأحفوري وأساس للطاقة النظيفة، يدخل على بيئة الخليج ليزيد ازدهارها، ويفتك المركز الأول من القطن كأهم محصول في مصر. زراعة ساليكورنيا المقاومة للملوحة، نبات سيؤثث الصحراء بري بحري، وأزمات ثلاث تعاني منها البشرية ستنتهي بفضله. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. لكي نستمر في هذا الوجود، اهتدت الحكومات إلى رأي الخبراء الذين قالوا أنه لا بد من تحقيق معادلة تبدو شبه مستحيلة، ألا وهي إنتاج الغذاء دون المس بموارد المياه العذبة. ذلك أنه من غير الممكن الحديث عن الزراعة والأمن الغذائي دون أن يكون لك مصادر مياه عذبة كافية. وفي الآونة الأخيرة بات شح المياه حول العالم يهدد مسالك الإنتاج والزراعات الكبرى الاستراتيجية. وليس غريبا أن نكون قد اقتربنا من الحافة، ولا مفر من ضرورة الاختيار ما بين الغذاء أو المياه. وإن أصرينا على الاثنين، فاعلم أننا قد رسمنا نهايتنا. هذا السيناريو من بين السيناريوهات الأكثر مأساوية، ولكن البشر لم يتعودوا بعد على الرضوخ للطبيعة، ومحاولات تمردهم من أجل البقاء ما زالت قائمة. وفي هذا السياق نحدثكم اليوم عن زراعة الساليكورنيا. الساليكورنيا زراعة المستقبل. تعتبر الساليكورنيا من أكثر النباتات تناقضاً في خصائصها، إذ تجدها تنمو في البيئة الصحراوية، ولكن ريها يعتمد على مياه البحار، نظراً وأنها من الأصناف النادرة المحبة للملوحة، أو الأصح أنها مقاومة لها، حيث أنها قادرة على تحمل الملوحة بنسبة 50 ميليغراماً في اللتر، أي أعلى حتى من الملوحة الموجودة في البحر والمقدرة ب 35 ميليغراما في اللتر. وبالتالي تكون قد حققت الهدف الأول، وهو الابتعاد عن مصادر المياه العذبة في الري. من مجمل صحاري العالم المالحة، هناك 15% من مساحتها يتم استغلالها، وبالتالي يرى العلماء أنها مكانا مناسبا للسيليكورنيا التي تترعرع طبيعياً على الشواطئ والسباخ المالحة وحتى القنوات الرابطة بين البحار. وإلى جانب تماشيها مع الملوحة، فهي كذلك من الأصناف المحبذة للتربة الحامضة، ولا يؤثر على نموها الجفاف ونقص الأمطار. ومن مميزات هذا النبات كذلك أنه يحتاج إلى 7 أشهر حتى يصل مرحلة الإنتاج، وهذه الغصينات منعدمة الأوراق تعد الحل الأمثل لتأثيث الصحاري الخالية من المياه الجوفية وكذلك الأراضي شديدة الملوحة، عبر تقنية جلب مياه البحر إليها وغسل التراب شديدة الملوحة قبل زراعتها. وتلعب السيليكورنيا دورا آخر أكثر أهمية، وهو أنها تساهم بشكل كبير في التقليل من معدلات الأملاح في التربة المالحة حتى تتماشى مع الزراعات الاعتيادية. ولكن ما الفائدة من كل هذا الجهد لزراعة السيليكورنيا؟ تعتبر هذه النبتة من أفضل مصادر الزيوت الغذائية الخالية من الكوليسترول، ويعتبر شبيه زيت الزيتون في بنيته، غني بالبروتينات، وتعد بذوره من أكثر البذور إنتاجية، حيث أن 30% من وزنها يتحول زيتاً، ما يجعلها تتفوق على نسبة الزيت المستخرجة من الصويا والتي لا تتجاوز 17%. بروتينات الساليكورنيا جعلتها مصدراً لأجود أنواع الأعلاف وأكثرها كمية، هذا إلى جانب استخدامها في صناعة الورق والكرتون. ولم ننتهي بعد، فحتى رماد هذه المادة الغني بالبوتاس وعناصر أخرى يوجه لصناعة الصابون والأسمدة، ومحاصيل شاسعة من الأعلاف. ومن جهة ثانية يمكن القول إنها بديل مناسب للملح وبعض المغذيات الأخرى التي قد يتم الاستغناء عنها. وتدخل ساليكورنيا في المجال الطبي بعد أن تم إثبات فاعليتها في معالجة الروماتيزم وصناعة الأدوية لحالات طبية أخرى منها السل.
كل ما سبق ذكره يعتبر عاديا مقارنة بالقادم. تلقيب ساليكورنيا بزراعة المستقبل اكتسبه من كونه أهم حلول الطاقة الخضراء الجديدة التي تعمل على توفيرها دول العالم في سباق مع الزمن. زراعة ساليكورنيا تدخل المجال العربي. ارتباط ساليكورنيا بالطاقة الخضراء جاء أساساً من خصائصه التي تمكنه من أن يحل محل الوقود الأحفوري، وبالتالي تخفيف وطأة الكربون علينا. زراعة المستقبل هذه بدأت رحلتها العربية من الإمارات، حيث ضجت الأخبار بوجود نبات غريب عن بيئة الخليج بدأ ينمو في أحد مزارع صحراء دبي. الهدف من هذه المشاريع كان تقليل الاعتماد على الوسائل المجهدة لتحلية المياه من أجل الري، والاعتماد على مصادر غذاء محلية عوض التوريد. وكسبت الإمارات الرهان فعلا بتعزيزها لإنتاجيتها أولا، والمحافظة على استدامتها في بيئة مالحة ثانيا، وذلك عبر تقنية تقوم على تدوير المحلول الملحي عن طريق منع تسريبه من مزارع الأسماك وتحويله إلى مزارع نباتات السيليكورنيا. وتم مؤخرا إدخال السيليكورنيا في منتجات المطاعم لاعتباره منتجا صحيا اكتسبت محاصيله قيمة عالية. وبمرور الوقت بات هذا النبات محل اهتمام عالمي، يرتفع سعر الكيلوغرام الواحد منه من فترة لأخرى. والنجاح الذي حققته الإمارات في هذا المجال ألهم مصر لكي تتبع خطاها وتطبق الأمر على أرضها. ويبدو أن مصر متفائلة جدا لدخول هذا المجال، ذلك أن البحر الأحمر هو مصدرها للمياه، كما أن مصر تعاني من وجود 17 مليون فدان متأثرة بالملوحة فلا يتم استغلالها. وإذا ما تم العمل على زراعة الصحراء الساحلية المصرية وأجزاء من السباخ المتموقعة على السهول الساحلية والدلتا سيناء من الشمال، سيكون استثمارا رهيبا لتفادي أزمة الأعلاف والزيوت النباتية. والأهم من ذلك سيكون فرصة لحل مشكل استنزاف الطبقات المائية العذبة، ومع ذلك مضاعفة الأراضي المستغلة. واليوم يمكننا القول أن الإمارات ومصر يمكنهما الانطلاق في إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة تعتمد كليا على الساليكورنيا، الذي من المتوقع أن يكون بديلا للمحصول الأول في مصر وهو القطن. خطوة كبيرة اتخذها العرب وخاصة الإمارات التي كانت سباقة في ذلك بتأسيسها لمركز الزراعات المحلية، لكي تكون الانطلاقة الفعلية لمفهوم جديد في مجال الزراعة. فهل ستكون ساليكورنيا فعلا النبتة السحرية التي ستقضي بضربة واحدة على ثلاث أزمات، وهي أزمة المياه العذبة والغذاء ونقص الأراضي الزراعية؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات.